أهلا بكم. بداية الموجز من قصر بعبدة الذي شهد مواقف ولقاءات لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في متابعة للأزمة الحكومية. وللمزيد تنضم إلينا زميلة نانسي صعب. نانسي تفضلي. جورج، نعم، رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون اليوم التقى فقط السفير الفرنسي برونو فوشي بزيارة وداعية لانتهاء مهامه بلبنان قبل تسلم سفيرة سيدة بعد فترة قصيرة هذا المنصب. ولكن الأهم يبقى في الموقف اللي عاد وكرر الرئيس عون مرة جديدة، وهو التمسك بالمبادرة الفرنسية، مع أسف لعدم تمكن مصطفى أديب من تشكيل الحكومة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصا لجهة الإصلاحات التي يفترض أن تتحقق كان عبر قوانين بمجلس النواب تقر أو تصدر عن الحكومة من بعد حصول الحكومة على الثقة. أما بالأجواء فخلينا نقول جورج أنه الدخول بمرحلة تقييم، وبالتالي نحن يعني أمام يومين على الأقل لن يكون هناك الحديث فيهم عن مسألة أو موعد تحديد الاستشارات النيابية الملزمة القادمة من أجل إعادة تكليف رئيس يعني شخصية جديدة لتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة. إنما هذين اليومين على الأقل سيكونان من أجل تقييم كل ما حصل بعد اعتذار مصطفى أديب، وبالتالي لأن هذا الاعتذار قد وضع إطار جديد لمقاربة الوضع الحكومة، والرئيس عون سيبحث بالخطوة التالية وفق طبعا الآلية الدستورية وفق الصلاحيات المعطاة له بالدستور. إذا من المبكر بعد خلينا نقول الحديث عن الاستشارات النيابية الملزمة، وطبعا مثل دائما ما في شيء من دون أي إطار زمني، ولكن الأهم والهم الأساسي دائما هو الذهاب إلى تشكيل حكومة تلتزم بالإصلاحات بأسرع وقت ممكن، وألا يكون أي تكليف يعني طويل الأمد وبينتهي إلى عدم التأليف، لاسيما أنه نحن اليوم بظرف دقيق جدا. وعبر عن هذا الموضوع جورج خلينا نقول بالأمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمؤتمر يلي عقده حول لبنان. طبعا المبادرة الفرنسية مثل ما أعلن ماكرون أيضا شدد الرئيس عون التمسك فيها. أما الجديد اليوم خلينا نقول ما كان طرحه يعني رئيس نجيب ميقاتي وهو أحد أعضاء ما يعرف بنادي رؤساء الحكومات السابقين لجهة طرح أن تكون حكومة من 20 وزير تضم 14 اختصاصيا وستة يمثلون الطوائف الكبرى، وهذه خلينا نقول مختلفة عما كان عم يطرحوا رؤساء الحكومات السابقين، مسألة التمسك بالحكومة المصغرة من 14 وزير من اختصاصيين فقط. وهذه أحد الأفكار اللي ربما رح نشوفها رح تتوالى خلال الأيام المقبلة، ولكن بيبقى موعد أساسي غدا هو الكلمة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وما يمكن أن تحمله، لا سيما لجهة الردود على ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس. عند سؤال المصادر المطلعة على كل الأجواء جورج، عما إذا كان سيكون هناك دعوة إلى حوار ببعبدة تسبق الاستشارات النيابية الملزمة وبالتالي الذهاب إلى تأمين نوع من حد أدنى من التوافق أو توافق مرحلي خلينا نقول من أجل تشكيل حكومة، تجيب المصادر المطلعة إلى أن هذا الموضوع أيضا غير محسوم لحد الساعة، وبالتالي إذن نحن بمرحلة التقييم قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للآليات والصلاحيات الدستورية. جورج، شكرا لك زميلتنا نانسي صعب على هذه المعلومات من قصر بعبدة. دعا عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى اخذ المبادره نيابيا في المرحله المقبله لانجاز الاصلاحات المطلوبه لا سيما المتفق عليها في الورقه الفرنسيه واقرار ما تبقى من اقتراحات وقوانين لمكافحه الفساد، وذلك خارج تاثير الوضعين السياسي والحكومي حاليا. نهايه الموجز، الى اللقاء.